خلينا نشير ايضا بسرعه لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، واللي بيتكلم عن الخسائر الكبيره اللي بتحققها الهيئات الاقتصاديه. احنا عندنا في مصر حاجات اسمها هيئات اقتصاديه، هيئات اقتصاديه اسمها كده، اسمها هيئات اقتصاديه عشان المفروض ان هي هيئات تشتغل بدافع المكسب، بدافع الربح. لكن لما يطلع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يقول ان خسائر هذه الشركات 12 مليار جنيه، 12 مليار جنيه خسائر ل 18 هيئة اقتصادية، طب يعني لما تكون الخسائر 12 مليار ده اسمه ايه؟ لو مش ده فشل اقتصادي، فشل اقتصادي في إدارة هذه الهيئات الاقتصادية، ممكن نسميه ايه؟ يعني الشركات دي مش بنقول 16 مليون ولا 16 ولا 160 مليون ولا، يعني ده احنا بنقول 12 مليار خسائر. هذا يعني ان على الحكومة ان تواجه نفسها بشجاعة شديدة في التعامل مع هيئات هذه الهيئات الاقتصادية، لا اما تحولوها لهيئات تدعموها وتتحملوا بقى انتوا الخسائر دي، وهقولوا لي هتتحملوها ازاي اذا كان مفروض وزير المالية قال لي ان المصادر بتاعته بتاعت الموازنة بتاعت الدولة جزء كبير منها الضرائب والجزء الثاني يعول على الهيئات الاقتصادية. لما تبقى الخسائر بهذا الشكل يبقى ده اسمه ايه؟ طيب خلونا ناخد الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ رشا، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. الحقيقة يعني احنا بقالنا فترة بنقول فين طلبات الإحاطة، فين الاستجواب؟ يعني لما تكون هيئات اقتصادية فندم اسمها هيئات اقتصادية عشان تحقق ربح، محققة خسائر 12 مليار جنيه، لو مش ده فشل اقتصادي يستحق ان احنا نناقشه ونعمل طلب إحاطة ولا استجواب في مجلس النواب؟ يبقى ايه اللي نعمله طلب إحاطة؟ احنا مش عملنا طلبات إحاطة او استجوابات. انا مش عايز اقولك ان احنا حولنا يعني 44 هيئة كلهم للنيابة الإدارية. يعني لأن طبعا احنا واحنا بنراجع في لجنة خطة وموازنة الحسابات الختامية بتاعت 15-16 فوجئنا ان يعني غالبية هذه الهيئات مش معتمدة الحسابات الختامية بتاعتها في المواعيد الرسمية قبل ما يبعتوها لنا، وبيبعتوها لنا على اساس ان احنا اللي بنعتمدها. فطبعا الكلام ده احنا رفضناه في السنه دي، من ضمن التوصيات بتاعتنا في الحساب الختامي دوت احاله هذه الهيئات بالكامل للنيابه الاداريه، والنيابه الاداريه وشانها بقى هتكتفي بايه ان هي اللي ايه هتحاسبهم بعد كده، تحول حد فيهم النيابه العامه الله اعلم. احنا امام يعني انا مش قادره اتخيل 12 مليار خسائر، يعني ده كم لا يمكن بأي حال من الأحوال إن دي تكون منشآت اقتصادية. لا للأسف الشديد الخسائر يعني أكتر من كده كمان. يعني ده جزء، ال 12 مليار ده جزء. أنا بشكرك النائب الأستاذ ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وهو بيقول لنا دلوقتي خاص لكلام تاني إن مجلس النواب طلب إحالة رؤساء هذه الهيئات للنيابة الإدارية للتحقيق، لأن الحقيقة يعني انا مش عارفه اقول لحضراتكم ايه، مش ممكن اي مكان في الدنيا يعتمد خسائر بهذا الكم دي لو ما فيهاش اداره اصلا مش هتعمل كده. يعني اذا كان فيها اداره بتحقق كل هذه الخسائر طبعا هيتقالك ايه حقوق العاملين والموظفين، اصل الحكايه دي جزء يا سيدي لا يمكن ان ما هو انا مش دي مش طريقه، مش عشان الناس تاخد حقوق او تاخد مرتبات او تاخد فلوس عشان الوظيفه الحكوميه نقوم احنا بنعمل خسائر بالكم ده. يعني مش عارفه الحقيقه، يعني بتبقى الارقام مستفزه، احنا بقينا نتعامل مع المليارات.